السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن قصة صاحبة الملاليم. فيلم صاحبة الملاليم هو مصنف فيلم غنائي وتاريخ إصداره في عام 1949 وعن المملكة المصرية واللغة الأصلية العربية، أخرجه عز الدين ذو الفقار وأنتجه محمد فوزي وكتبه يوسف جهر، وشارك في كتابته عز الدين ذو الفقار وبطولة محمد فوزي وكاميليا وشادية وسوريا حلمي وصلاح نظمي وإسماعيل ياسين ومحمد عبد القدوس وليلى مصدوم. كاميليا ونبيلة سهام هي كاميليا ونبيلة هي شادية وسنية هي سوريا حلمي، ثلاث شقيقات لا يمكن سوى لا يملكون غير 500 جنيه ولا يمكن الاستمرار في الحياة إلا أن تزوجنا من رجال أغنياء. يعني القصة بتحكي إن ثلاث بنات اللي هم سهام ونبيلة والسنية ما عندهمش من المال غير 500 جنيه، والمشكلة بتاعتهم تتحل لما يتزوجوا من رجال أغنياء. قاموا باستئجار جناح في أحد الفنادق الراقي بالخمسمية جنيه اللي معاهم، واتفقوا على خطة معينة حيث تدعى سهام انها مليونيرة بالكذب. طبعا عملوا نفسهم انهم مليونيرات، وتدعى نبيلة انها سكرتيرتها، وتدعى سنية انها وتدعي سنية انها وصيفتها. ترتبط سهام بسمير ومحمد فوزي، يزعم انه ساري ايضا وهو في الواقع ساري سابق اصبح الان مفلس. ترتبط نبيلة بالمليونير كمال صلاح نظمي وتشعر انها حققت هدفها، اما سنية بترتبط باسماعيل ياسين سكرتير المليونير وتقتنع به زوجا. اغاني الفيلم من تاليف جليل البنداري وعبد العزيز سلام ومصطفى السيد ومأمون الشناوي، وكلها من تلحين محمد فوزي. صاحبة الملاليم هو فيلم في قاعدة بيانات الأفلام محمود قاسم موسوعة الأفلام الروائية في مصر العالم العربي الجزء الثاني للهيئة المصرية العامة للكتاب. طبعا القصة مشوقة، وقاعدة بيانات الأفلام هو موقع على الانترنت يحمل معلومات تنمو يوميا عن الأفلام العربية والممثلين والمخرجين. الحقيقة أنها قصة جميلة من الأفلام الأبيض والأسود اللي الناس بتحبها، وإسماعيل ياسين وأعماله جميلة، وطبعا بإيجاز أنها كانت قصة نصب وفي نصب، ناس بتنصب على بعضيها وفي الآخر كلهم فقراء وليسوا مليونيرات ولا يملكون أي شيء. تحياتي لكم.